هنا كيكه كيكه تسميد على الطريقه التركيه. واش عندنا؟ عندنا زوج حبات تاع البيض، عندنا لهنا كاس تاع السكر، عندنا علبه تاع ياغورت تحب ناتورال ولا طبيعي. بالذوق. نعم، خاطر هذه تحليه، ذوق الواحد واش يحب، ذوق فانيلا ولا ذوق الخوخ ولا واش عندنا موجود في البيت. صافي، عندنا زوج حبات تاع البيض، كاس تاع السكر، علبه تاع ياغورت، ملعقه تاع لافاني لهنا، وعندنا نص كاس تاع الزيت. نخلطوا هذاك الخليط مليح بالباتر، لازم نخلطوه بالباتر باش ولا ما عندوش باتر انفوي. ومن بعد نضيفوا له هنا نص كاس تاع الفارينه وكاس تاع السميد. هنا عندنا كميه تاع هنا كي نديروا الفارينه والسميد، نضيفوا كامل هنايا 8 غرامات تاع لا ليفير. صافي، صاشي نحو منه شويه، ما لازمش نديروا صاشي تاع 10 غرامات كامل. تشبه شويه البسبوسه. اي، قلت لك عندنا هنا تشبه البسبوسه، خبز تونس، خد فيها شويه مكسرات. صافي، هذه طريقه شغل فيها 3 زاسيس في وحده. هما هكا طريقه تاعهم اللي يخدموا الكيكه ديالهم عادي. ومن بعد نضيفوا لها هنايا نص كيلو مكسرات، نخلطوا هذاك الخليط تاعنا مليح، ومن بعد نديروها في الفرن باش طيب بيان سور. على جنب كنا حضرنا ديرها في سنيوه هكذاك. نعم، تقص كيما تقص البسبوسه مربعات. نعم، مربعات عادي. ونديروها طيب في الفرن على 180 درجه، لازم خاطر على السميد لهنا يحب يتشرب مليح. نخلوها طيب على 180 درجه، نشعلوا لها غير من التحت، كي نصيفوا لي كوتي تاعها تحمروا نعاود نشعلها من الفوق باش تمد لنا هذاك اللون الحمرية هذي. نعم. على جنب كنا حضرنا القطر ديالنا اللي هو ديما نقولوا فيه زوج كيسان تاع الماء بزوج كيسان تاع السكر. شربات صح، ندير لها نعم. سيرو. ندير لها سيرو خاطر ما لازمش تعسلها، لا السميد لازم يشرب. ولازم تكون شويه خفيفه الاخرى، ما تكونش ثقيله بزاف باش تشرب لنا وتجينا تجي شاربه مليح وتجي خفيفه شويه. خاطر تجي ندير لها العسل يكون ثقيل، تجي ثقيله وتجي حلوه بزاف. نعم، عندنا القطر ديالنا واش فيه؟ العسيله. صافي، درنا زوج كيسان تاع السكر بزوج كيسان تاع الماء وين طرونش تاع القارص. ندير له شويه شب. الشب ولاه باش يمد لنا هذيك لا تيكستير تاعو تكون ثقيله. تكون مليحه. وقال لي درتها وقتاش درت الشب؟ فكرني. عندها شويه درتو درنا في المعجون، درتو في تحليه مش في تحليه. نعم، درنا خاطر الشب هذوما اللي يجوا مليح في العسيله تاع الدار ولا يديروا ملعقه تاع الشب مليحه باش يشد باش يشد. نعم، المرقه كي يكون هو لازم هنا كي يكون البلا تاعنا سخون وبيان سور العسيله تاعنا تكون بارده.